لماذا يسعى المغرب إلى مساعدة ليبيا؟ بماذا يمكن تفسير هذا التشبث المغربي باحتضان جوالات الحوار الليبي؟ كيف تحرص الدبلوماسية المغربية على الحفاظ على مخرجات حوار الصخيرات المنعقد بين الليبيين بالمغرب وبرعاية الأمم المتحدة؟ وما دور الجزائر والبوليزاريو في سعي المغرب للتقارب مع ليبيا؟ وما دخل ألمانيا بالصراعات بمنطقة شمال إفريقيا؟ وهل تسعى فعلا إلى تقزيم دور المغرب كقوة إقليمية صاعدة؟ هل سيتمكن المغرب من إجاح الحوار الليبي والوقوف مع الأشقاء الليبيين في ظل صراع وتدخل دولي بهذا البلد؟ هل فعلا ليبيا تسعى إلى بناء دولة موحدة وتجاوز كل الخلافات العالقة، أم أنها تحن إلى فترة حكم القذافي؟ ما هي الإشارات التي يسعى من خلالها سيف الإسلام القذافي بظهوره الإعلامي وعزمه خوض انتخابات الرئاسة بليبيا؟ بقاؤكم معنا سيمكن من معرفة أسرار منطقة شمال إفريقيا وما يدور بها من صراعات جيوستراتيجية. حكم البلاد لأكثر من 40 سنة وقتل خلال سنة 2011 معمر القذافي، العقيد الذي اختلف الليبيون حول فترة حكمه في من يراها فترة ذهبية بامتياز لما تحقق منها من ازدهار ورخاء، وبين من يراها فترة قمعية لرئيس خلق ولا زال يخلق الجدل رغم وفاته. والأكيد أنه بين اختلاف الآراء فالعقيد لعب دورا رئيسيا في معاكسة مصالح الرباط بشكل علني، وشكل إلى جانب الجزائر حلفا استراتيجيا لمحاولة تقسيم المغرب. وفاة الرجل وضعف النفوذ الجزائري الذي عانى من عدم استقرار سياسي بمرض الرئيس بوتفليقة وصراع دموي على الحكم بين الجنرالات، واقتصادي بانهيار أسعار البترول لينهار احتياط العملة الصعبة الجزائرية والتي كانت تسخرها لشراء الذمم في محاولة للنيل من قدرات المغرب بتعزيز وفرض حركة البوليزاريو، جعلت الدبلوماسية المغربية تتحرك بنهج سياسة اقتصادية متجددة جعلت من الاستثمار في إفريقيا من أولوياتها، وفي الأخير كللت بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بعد قطيعة لسنوات. المغرب عانى من تحالف القذافي والجزائر وسعيا منه للعب أدوار دبلوماسية أكبر وقطع الطريق على مكائد الجزائر، حرص على استقبال الأشقاء الليبيين وتوفير كل الظروف المناسبة بالمغرب برعاية الأمم المتحدة، تكللت بالاتفاق بين الأطراف الليبية على مخرجات مهمة ساهمت في تقريب وجهات النظر لعل أهمها اتفاق الصخيرات. الأكيد أن هذه الحركية الدبلوماسية المغربية بليبيا أزعجت مجموعة من البلدان من بينها الجزائر وألمانيا، الجزائر الذي ألف المغرب منطقة العذائب من جنرالاتها على مر السنين والتي سعت كل مرة إلى توجيه دبلوماسيتها إلى الملف الليبي. إن يبقى السؤال، لماذا تسعى ألمانيا إلى تقسيم الدور المغربي بعدم إشراكه في مؤتمر برلين ومعاكسة وحدته الترابية، رغم أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا تتنمى بشكل ملحوظ ولعل آخرها التوقيع على شراكة لإنتاج الهيدروجين الأخضر؟ إن الاطلاع على التقرير السري الذي أعده المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية والذي تم تسريبه بشكل غير بريء على ضوء القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، والذي يوصي بضرورة كبح جماح المغرب وعرقلة نموه الاقتصادي وعدم السماح له بأن يصبح أقوى مغاربيا خاصة أمام النمو الاقتصادي البطيء للجزائر، سيمكن من معرفة مدى العداء الذي أصبح يمتاز به النظام الألماني تجاه المغرب، وهو ما جعل الرباط تقطع العلاقات مع السفارة الألمانية. المغرب من منطلق تعزيز مكانته الدولية وتطوير علاقته مع حلفائه التقليديين والبحث عن حلفاء جدد وتعزيز حضوره على المستوى الإفريقي، قطع مع سياسة الأستاذ والتلميذ التي تنهجها بعض الدول التي تحن لماضيها الاستعماري من بينها ألمانيا وإسبانيا، ولعل قطع العلاقات مع هذين البلدين جعلهما يتخذان مجموعة من الإجراءات لتخفيف التوتر مع المغرب. لعل استدعاء المغرب لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا من طرف ألمانيا وتغيير وزير الخارجية الإسبانية لإرضاء المغرب شكل مكسبا وعزز من قوة الرباط. المغرب الذي ينهج دبلوماسية مميزة بعدم التدخل في شؤون البلدان
سعى إلى الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين من خلال تعاون أمني واقتصادي ودعم سياسي لإعادة الثقة ولبناء التفاهمات ولإنضاج الأفكار والتوافقات والتهيئ للاتفاقات للخروج بالبلاد من الأزمة، محاولا بذلك إدفاء الطابع الدولي من خلال تكثيف اتصالاته بالدول الكبرى والمتداخلة في الملف الليبي رغم الوضع الحساس والمتشعب للملف والذي يعرف صراع القوى الكبرى والتي تحاول إيجاد موطئ قدم والتغلغل في البلد عن طريق دعم كل طرف يراه مناسبا لتحقيق استراتيجيتها في إطار صراع عالمي يمتد لمنطقة شمال إفريقيا. ولعل ظهور سيف الإسلام ابن العقيد معمر القذافي خلال هذه الفترة يظهر مدى رغبة هذه القوى لإعادة إحياء النظام القذافي. لقد حقق المغرب العديد من الإنجازات المهمة همت قضايا ذات بعد إقليمي إفريقي ودولي، وكان حضوره وازنا خاصة في بعده الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال عمله ووساطاته في الملف الليبي رسخ نفسه كفاعل دبلوماسي رئيسي في المنطقة، مؤكدا حرص المملكة على العمل من أجل حل النزاع في إطار الأخوة والصداقة والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق. العالم كله يرى أن أي طرف تدخل في الملف الليبي إلا وله مطامع اقتصادية أو استراتيجية، في حين أن المغرب أعلن بطريقة رسمية منذ البداية أن له موقف محايدا من النزاع الليبي وانخرط في الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، لكن بدون أي مطمع اقتصادي أو تجاري.